الثاني الاعدادي. مرحبا بكم في قناه حرائق التعليميه. النهارده يا اولاد مع بعض هنبتدي نشوف فكره كده عن التجارب العمليه اللي معانا في منهج الصف الثاني الاعدادي الترم الاول ماده العلوم. نبتدي النهارده معانا في التجربه بتاعت الاحترار العالمي. لو جينا بصينا للشكل اللي قدامنا ديت، طبعا دي هنا ده كوكب الارض، وطبعا اللي حواليه دوت هو الغلاف الجوي. بعد كده هنا عندنا مين؟ الشمس. طبعا الظاهره هنا يا اولاد لو جه سالني في الامتحان قال لي ما اسم هذه الظاهره، طبعا الظاهره دي تسمى ظاهره الاحتباس الحراري. احنا قلنا كل يوم اشعه الشمس بتخش لكوكب الارض، بتخش تتحول لاشعه تحت حمراء يمنع مرورها مره اخرى من الغلاف الجوي الغازات الدفيئه. فلو سالني النهارده قال لي ما هي اسم الظاهره، هقول له كده ظاهره الاحتباس الحراري. طيب لو سالني ما تاثير هذه الظاهرة على كوكب الأرض، هنقوله طبعا تسبب ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض. طبعا دي الحرارة احنا بنتكلم عليها بتخش كوكب الأرض ما بتطلعش تاني بسبب الغازات الدفيئة. يبقى ما تأثير هذه الظاهرة على كوكب الأرض؟ هقول كده تسبب ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض. طيب لو سألني بقى يا ولاد ما سبب تلك الظاهرة؟ قلنا قبل كده يا مستر ان احنا عندنا حاجة اسمها الغازات الدفيئة، لو زادت نسبتها زي ثاني أكسيد الكربون بتؤدي لاحتباس الحرارة. هجاوب كده اقول له اسباب تلك الظاهره، اول حاجه زياده نسبه الغازات الدفيئه مثل غاز ثاني اكسيد الكربون وغاز بخار الماء. طيب لو سالني ما نوع الاشعه رقم واحد والاشعه رقم اثنين، ركز معايا كده يا مستر. الاشعه رقم واحد اللي هي هتدخل الكوكب الارض دي هنسميها اشعه الضوء المرئي. طب الاشعه رقم اثنين الاشعه اللي هي اتحبست في كوكب الارض اللي هي دي يا اولاد اللي بتشاور عليها العصايه، اقول كده هي الاشعه تحت الحمراء. يبقى رقم واحد الاشعه الضوء المرئي هي الاشعه اللي داخله لسطح الارض، والاشعه اللي هترتد هي اشعه تحت حمراء. بعد كده يا ولاد هيكلمني عن الحفريات، الجزء الخاص بالحفريات. اول سؤال عندنا بيقول لك اذكر اسم ونوع كل حفريه من الحفريات الموضحه امامك. زي ما انت شايف كده الحفريه الاولى قدامك اسمها اثر قدم الديناصور، اثر قدم الديناصور. طب لو قال لك قول لي نوعها هقول له كده حفريه اثر، هقول له حفريه اثر، وما تنساش دي بتكون اثناء حياه الكائن الحي. مره كمان السؤال اذكر اسم ونوع كل حفريه من الحفريات الموضحه امامك. اول حاجه اثر قدم ديناصور، والنوع بتاعها حفريه اثر. بعد كده الحفريه رقم 2 يا اولاد حفريه بايد الديناصور. زي ما انت شايف كده دي حفريات متحجره لبايد الديناصور، تعرضت للتربه وحلت الماده المعدنيه محل الماده العضويه. فلو سالني قال لي اسمها هقول له بايد الديناصور، ولو قال لي النوع هقول له كده دي حفريه متحجره، دي حفريه متحجره. الحفريه رقم 3 يا اولاد زي ما انت شايف كده عندك في الصوره عندي الاسم الماموس، اسم الحفريه حفريه الماموس. طب نوعها هي حفريه كائن كامل، حفريه ايه؟ كائن كامل. طبعا العلماء لما بيجي يستخرجوا حفريه الماموس من تحت الجليد بيقولوا بكل تفاصيله ومكوناته، عشان كده احنا بنسميها حفريه كائن كامل. طيب هيجي لي هنا سؤال يقول لي ايه؟ عرف البقايا. هقول له هي الاثار الداله، الاثار الداله على بقايا الكائنات الحيه بعد الموت، الاثار الداله على بقايا الكائنات الحيه بعد الموت. طيب لو في عندي هنا سؤال قال لي هي حفريه الكائن الكامل تعتبر اثر ولا بقيه؟ لا طبعا بقيه يا مستر، لانها اتكونت بعد الموت. طب نرجع تاني لحفريه بايد الديناصور، دي حفريه اتكونت بعد برضو مين؟ الموت، فتعتبر من انواع البقايا. فالسؤال عندي بيقول لي عرف البقايا، هقول له هي الاثار الداله على بقايا الكائنات الحيه القديمه بعد موتها. بعد كده يا ولاد هنكمل في التجارب بتاعتنا مع تجربه التحليل الكهربي للماء، التحليل الكهربي للماء. طبعا لو جينا بصينا على الجهاز اللي قدامنا دوت اسمه جهاز فولتامتر هوفمان، اسمه جهاز ايه؟ فولتامتر هوفمان. فلو سالني في الامتحان ما اسم هذا الجهاز هقول له فولتامتر هوفمان. طب وفيما يستخدم؟ هقول له كده في التحليل الماء كهربيا، في تحليل الماء كهربيا. طيب لو جينا قلنا الجهاز ده بيشتغل ازاي، المفروض ان احنا بنزود ميه، بنزود عليها حمض كبريتيك عشان نحلل الميه العنصرين اللي هم بيتكون هنا الهيدروجين وهنا بيتكون غاز مين؟ الاكسجين. الجهاز ده مكون من مهبط هو القطب السالب، والمصعد هو القطب مين؟ الموجب، ولازم يكون في مصدر للتيار الكهربي. طيب لو جه قال لي في الامتحان اكمل البيانات، لما جيت قلنا هنا رقم واحد هنبص على رقم واحد هلاقي الغاز ده هو الاكبر في الحجم
فبالتالي دوت هو غاز الهيدروجين. الغاز ده هو الاكبر في الحجم، فبالتالي هو غاز مين؟ الهيدروجين. طب نروح عند رقم 2، الغاز المتكون بحجم اقل بيكون مين يا ولاد؟ هو غاز الاكسجين، وبيتصاعد عند المصعد. بيتصاعد عند مين؟ عند المصعد. طيب هنا رقم 3 يا مستر، لو جه قال لي ايه رقم 3 دوت، هنا المفروض بضيف ايه من هنا؟ بضيف ميه وبحط عليها حمض كبريتيك عشان يخلي الميه جاده التوصيل لمين؟ للكهرباء. بضيف هنا في رقم 3 زي ما مكتوب قدامك ماء محمض بحمض الكبريتيك عشان اخليها جاده التوصيل لمين؟ للكهرباء. طيب لو جه سالني سؤال قال لي ما حجم الغاز المتصاعد عند المياه بط؟ اذا كان حجم المتصاعد الغاز المتصاعد عند المصعد 10، خلي بالك انا قلت هنا المصعد ده هو غاز مين؟ الاكسجين، بيكون حجمه اقل. طب يا مستر طالما ده 10 هو الاكسجين، يبقى اكيد الهيدروجين هو هيكون ضعفه، هضرب 2 في 10 يطلع لي 20 سنتيمتر مكعب. السؤال مره كمان، ما حجم الغاز المتصاعد عند المهبط؟ اذا كان حجم الغاز المتصاعد عند المصعد 10 سنتيمتر مكعب، هقول كده الحجم يساوي 2 في 10 يعني 20 سنتيمتر مكعب. الجهاز ده اسمه جهاز فولتامتر هوفمان، يستخدم في التحليل الكهربي للماء، يتكون من قطبين المصعد والمهبط. هنا بيتكون غاز الهيدروجين عند رقم 1، وهنا بيتكون غاز الاكسجين عند رقم 2، وهنا بضيف الماء المحمض بحمض الكبريتيك. بعد كده يا ولاد بيقول لي باستخدام الادوات التي امامك، حوض ماء ورقتي عباد شمس، وضح بالخطوات اثر الماء على ورقتي عباد الشمس. باستخدام الادوات التي امامك، حوض داخله ماء بعد كده ورقتي عباد الشمس، وضح بالخطوات اثر الماء على ورقتي عباد الشمس. طبعا احنا عارفين ان ورقتي عباد الشمس عندنا لونين، دي ورقه عباد الشمس الحمراء ودي ورقه عباد الشمس الزرقاء. طيب احنا كنا خدنا قبل كده يا ولاد اثناء الدرس ان الماء هو عباره عن مركب متعادل التاثير على ورقتي عباد الشمس. طيب معناها ايه؟ معناها ان انا لو جربت ورقتي عباد الشمس مع الميه لونهم مش هيتغير، لا الورقه الحمر هيتحول لونها ازرق ولا الورقه الزرقاء هيتحول لونها يبقى ايه؟ احمر. تعالى كده نجرب مع بعض، هنمسك ورقه عباد شمس بالماسك بتاعنا ونحاول احنا نحطها في الميه زي ما انت شايف كده، نخليها فتره في الميه مش هيحصل اي تغير يا مستر. طلع الورقه لونها زي ما هو ما اتغيرش، هي لسه لونها احمر ما تحولش لونها للون الازرق. نسيبها كده ونحاول نجيب الورقه الثانيه يا اولاد اللي هي ورقه عباد الشمس الزرقاء، نجرب كده مع بعض ونشوف. برده يا مستر لونها مش هيتغير، يفضل زي ما هو لونها الازرق. فايه اللي حصل هنا؟ نقدر نقول ان الماء مركب متعادل التاثير على ورقتي عباد الشمس. شوف كده قارن لونها باللون القديم، لون الورقه دي هو هو زي ما حصل، بس هي اتبلت شويه بالميه. الورقه الثانيه برضو لونين، اللونين ايه يا اولاد؟ زي ما انت شايف كده لونين شبه بعض. طيب لو جه قال لي في الامتحان هنا الادوات، هكتب حوض بعد كده هكتب ماء وهكتب ورقتي عباد الشمس. الخطوات، ضع ورقتي عباد الشمس في حوض به ماء نقي. طبعا ما ننساش ان الماء داخل الكوب دوت هو ماء نقي. هلاحظ ايه؟ هقول كده لا يتغير لون ورقتي عباد الشمس زي ما شايف كده ما اتغيرش لونه. الاستنتاج بتاعنا الماء النقي متعادل التاثير على ورقتي عباد الشمس، الماء النقي متعادل التاثير على ورقتي عباد الشمس. بعد كده يا ولاد هناخد التجربه اللي عليها الدور، هنجيب حمض هيدروكلوريك مخفف ونشوف ايه اللي هيحصل لو احنا جبنا المغنيسيوم وفعلناه مع حمض الهيدروكلوريك المخفف. المفروض ايه اللي هيحصل يا مستر؟ المفروض ان المغنيسيوم هيحل محل الهيدروجين اللي في الحمض. تعالى نشوف مع بعض. احنا دلوقتي معانا قطعه مغنيسيوم زي ما انت شايف كده اهي، دي قطعه مغنيسيوم ودي قطعه مغنيسيوم، وعندنا هنا حمض الهيدروكلوريك المخفف. المفروض بجيب انبوبه اختبار زي ما انت شايف كده وبنحط فيها حمض الهيدروكلوريك المخفف، وبعد كده بجيب قطعه المغنيسيوم واحطها في الحمض ونشوف ايه اللي هيحصل. ايوه يا مستر صح كده، بدات تحصل فقاعات غازيه زي ما انت شايف كده. ايه اللي بيحصل دلوقتي؟ بيحل الهيدروجين، بيحل المغنيسيوم محل مين؟ الهيدروجين. لو قربنا كده يحصل اشتعال بفرقعه. تمام نبص كده مع بعض ونقرب الصوره.
هتلاقي فيه فقاعات غازيه زي ما انت شايف كده. ده هنا اللي حصل، المغنيسيوم يحل محل هيدروجين الحمض المخفف. طب لو جه سالني في الامتحان وقال لي ايه الادوات اللي عندك، هقول له عندي مخبار مدرج، شريط مغنيسيوم، حمض هيدروكلوريك مخفف. الخطوات: ضع شريط المغنيسيوم في مخبار، اضف اليه حمض الهيدروكلوريك المخفف، هتتصاعد فقاعات غازيه زي ما احنا شفنا كده يا اولاد. الاستنتاج: تتفاعل او الفلزات النشطه مع الاحماض المخففه ويتكون ملح الحمض ويتصاعد غاز الهيدروجين.